هناخد معانا على التليفون احد اعضاء مجلس امناء الحوار الوطني، سياده النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق الغراء، وطبعا كاتبنا الصحفي الكبير. ازيك يا استاذ عماد؟ اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ومساء الفل على كل المصريين. مساء السعاده. يوم طويل جدا، وعلى ما يبدو انه يوم كان منهك جدا جدا جدا. احنا خدنا بالنا انه كان في جلسه الصبح، ثم جلسه مغلقه ليكم كاعضاء، ومش هقول طولت، واضح ان كان واخده وقت كبير للخروج باللائحه والخروج بالمشتركات. ما الذي دار في الجلسه المغلقه؟ يعني ان استطعت انك تقول لنا حاجه من الحاجات اللي من الوارد انها تعلن، خاصه في ظل انه قلت لنا من البدايه يا جماعه هذا الحوار حوار مفتوح معلن شفاف. نعم، الجلسه الاولى كما وزعت على الهواء وتابعها الناس كانت حوالي ساعه وربع تقريبا، ومش هتكلم فيها لان خلاص تعرف اللي فيها، حوالي نص ساعه او 25 دقيقه استراحه لتناول الشاي. بعد كده جلسه استمرت اربع ساعات وربع تقريبا، وكان فيها موضوعين اساسيين. الموضوع الاول هو اقرار يعني لائحه عمل مجلس الامناء، ثم اقرار مدونه السلوك التي تحكم عمل الحوار الوطني عموما. كان هناك اخذ ورد كثيرين، وكان هناك يعني جدل صحي جدا ونقاش موضوعي ومحترم، يعني احتد في بعض الاحيان، لكن السمه الغالبه فيه كانت البحث عن افضل طريقه. ودي جلسه في غايه الاهميه، رغم انها جلسه اجرائيه لكنها كانت جلسه تتحدث عن اليه العمل واليه التنظيم، ومن اول طلب الكلمه ونقطه النظام نهايه بتعظيم المخرجات والبحث عن افضل السبل لانجاح هذا الحوار الوطني. كان فيه اشهد انه النقاش كان يعني بنسبه 95% شديد الموضوعيه شديد الفاعليه، ربما يعني التطويل تم لانه قدمنا فتره نتحدث بما يكفي في السياسه، فالناس جعانه السياسه شويه وعايزه تسمع وعايزه تتجادل، لكن الحمد لله. المهم انه غالبيه الحاضرين اثبتوا انهم يعني كانوا اهل لهذا الاختيار. طيب، اخذ ورد كثير جدا وجدل واسع، و95% كان موضوعيا. اذا سؤالي على الاخذ والرد، سؤالي على الجدل، سؤالي على ال 5% اللي فاضله التي رايتموها غير موضوعيه، كانوا ايه الثلاث حاجات؟ غير موضوعيه هي يعني حتى لا اظن من الزملاء او النقاشات، لا هي زي ما بقول لحضرتك كده، قد يلجا البعض او البعض عدم التفريق بين الفروع والجوهر، عدم الشكليات، يعني اذا اختلف الناس حول الشكليات فماذا سيفعلون في القضايا الكبرى؟ ابرز نقاط الجدل يا استاذ عماد كانت ايه؟ انا مش هديك، مش هنولك مرادك يا ارجوك يا يوسف، انا صاحبك. لا لا لا، جزء من مدونه السلوك الا نكشف عما دار من الامين العام هو المخول بده، فانا بحترم مدونه السلوك طبعا. لكن انا بقول في العموم بدون الدخول في اسماء او تفاصيل، هي الفكره انه ازاي نقدر نفرق ما بين الشكليات ما تاخدش وقت، ونركز على الجوهر، نركز على مع كل التقدير والاحترام لكل الاراء وفكره الصياغات وضبط الصياغات وضبط القواعد العامه المنظمه للحوار، لان دي نقطه مهمه هتواجه المتحاورين فيما بعد او اعضاء مجلس الامناء في ادارته للحوار. وبالتالي انا شايف انه كان حوار صحي وجدل صحي سنتعلم منه في المستقبل في الجلسات القادمه بدءا من 19 يوليو، ان ننطلق الى الجوهر والى لب الامور حتى لا نتوقف كثيرا عن الشكل والمماحكات والمشاحنات، لكن بصفه عامه الجميع كان على قدر المسؤوليه. طب استاذ عماد، على ما يبدو، انا مش عايز اطول عليك لانه عارف اليوم فعلا طويل، وعارف انك بتبدا يومك اصلا من بدري في العاده، لكن هل جزء مما جرى، يعني اظن كلنا لاحظنا انه على ما يبدو ان هناك بعض من الساده الافاضل اعضاء مجلس الامناء كانوا مصرين على ارتداء العباءات الفكريه او العباءات الايديولوجيه اثناء حتى الجلسه الاولى المعلنه، هل تعتقد انه تم التوافق؟ مش هقول لك بقى تعتقد، هل تستطيع ان تضمن لنا انه تم التوافق بشكل كامل على خلع العباءات الايديولوجيه اثناء اداره هذا الحوار من قبلكم؟
هو ده بس عايز تعريف للعباءة الحزبية، لأن هناك خلط رفيع ودقيق جدا بين العباءة الحزبية وبين الرؤى والأفكار المختلفة. صح. بطبيعة الحال كل المحاضرين أو غالبية الحاضرين لهم انتماءات وأفكار سياسية معلنة في معظمها، وبالتالي الطبيعي أن كل شخص يعبر في مداخلاته العامة يعبر عن أفكاره بطريقة أو بأخرى، والأعضاء بل ربما تم اختيارهم بالتوافق بحيث أن يمثلوا كل الأطياف السياسية المصرية المدنية الديمقراطية، وبالتالي لابد أن ندرك أن هناك سيكون هناك تنوع واختلافات في الرؤى. لكن النقطة الجوهرية، كيف يمكن الفصل بين هذا الأمر وبين أن هذا المجلس مجلس الأمة هو مهمتي أن يمثل الأمة المصرية بأكملها في البحث عن أفضل السبل للوصول إلى المساحات المشتركة وتعظيم الاتفاق والتوافق السياسي؟ هي دي النقطة. محدش يتخلى عن أفكاره، لكن لا أتحزب لفكرة أنا جاي لدوري، أنا عندي أفكار معلنة وبكتبها كل يوم، لكن في نفس الوقت المفروض هدف الرئيس مصر والمختلف معي في الرأي يقول أيضا أن هدف الرئيس صالح مصر. كيف يمكن أن نوفق ونصل إلى أكبر قدر من التوافق السياسي وألا تضغى الهوية الحزبية أو الأيديولوجية على ما عداها من المصلحة الوطنية؟ طيب، أكدتم أيضا أنه يعني ودي كانت كلمه الاستاذ ضياء في المؤتمر الصحفي، ان هناك مستثنين من المشاركه في هذا الحوار، وزي ما ذكر الاستاذ ضياء جماعه الاخوان بالاساس، زائد كل من شارك ودفع وحرض وايد العنف او من يرفض الدستور. ولكن ما بين قوسين، على ما يبدو كان هناك رفض لجمله استخدام الدين في السياسه، اي الاسلام السياسي. ليه تم رفض هذه الجمله أو يعني استبعادها؟ لم يتم رفضها. أولا طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الأمر في لقائه مع الإعلاميين قبل يومين. أيوه. الحوار الوطني النهارده غالبية المتحدثين أشاروا لهذه النقطة كلهم بطريقة أو بأخرى، إنه يا جماعة كل من شارك أو حرض على القتل والعنف والإرهاب ده مستثنى من الحضور. لكن البعض أضاف أيضا، وأنا أظنهم دكتور جودة عبد الخالق، دكتور جودة الصبح، على فكرة استبعاد من لا يؤمن بالدستور، مش بس ان هو ما حضرش، يعني واحد ما بيؤمنش بالدستور هتشاركه ازاي؟ يعني الرافض للدستور هو رافض اصلا للدولة. بالضبط. وبالتالي الخلط السياسة بالدين او استعمال العبايات طبعا ده برضو ضد الدستور على ما اتصور، يعني مش عايز افتي، لكن هو امر ضد الدستور، لان الدستور بيقول انه العمل السياسي يعني الناس بتخلع العباءة، ما نخلطش ده بده لانه الدين ثابت والسياسه متغيره. فدي نقطه انا اظن ان هي يعني فيها قد يكون فيها جزء من الجدل، لكن كانت واضحه انك انت بتبحث عن كل ما يعظم الدوله المدنيه الحديثه عموما. مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا 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 استاذ عماد، الف شكر، مش هطول اكتر من كده. كل الشكر لسياده النائب عماد الدين حسين، كاتب الكبير ورئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري.